واحد أم قال ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ أقول له حديث صحيح وفهمك عقيم يحتاج إلى فقه عمر وقت ما قيل له واستفتوه في أن تجتمع الناس على في صلاة التراويح على إمام واحد قال نعم البدعة هي. تحتاج إلى أن تعود فتتعلم من سيدنا عمر والحديث الأول صحيح وفهمك عقيم يحتاج إلى فقه عمر. لا عيد إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. أقول له منطق صحيح وتحتاج إلى أن تنتبه فتقرأ. حينما سئل صلى الله عليه وسلم وسأل عن احتفال اليهود بيوم عاشوراء، هل أنكر على المسلمين أن يحتفلون بيوم عاشوراء؟ لا، بل قال نحن أولى بموسى منهم وأمر بصيامه. وتحتاج لأن تتزن بين جلال ما قد ألقيت علينا من التهمة وجمال ما واجهناك به من المبرر إلى أن تضعها في قالب كمال. يا رسول الله لما تكثر من صيام يوم الاثنين؟ فقال ذاك يوم ولدت فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. نقول له صحيح، أنا لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. لابد أن تراجع كمال فقه لا يعرف قدري غير ربي، إذن لا يتجاوز حدي ولا يعرف مقامي إلا ربي، فمن ذا الذي يتجاوز؟ أتكون أنت قد فهمت عنه ما لم تفهمه تلك المرأة التي عاهدته وعايشته وقت ما قالت يا رسول الله إني نذرت لئن ردك الله إلينا سالما لأضربن أمامك بالدف. فقال لها صلى الله عليه وسلم إن كنت قد نذرت فافعلي وإلا فلا. وأرجوك أيضا أن تراجع أحاديث رقص الأحباش في المسجد النبوي. أرجوك أن تراجع كمال دلال موقف السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تقف خلفه وتسند ذقنها على كتفه وخدها على خده ويقول لها أيعجبك أن تنظرين إليهم يا عائشة؟ فتقول فظللت أشاهد وخدي على خده إلى أن مللت فانصرفت. فلما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر، أنتم تحتفلون بميلاد النبي في يوم 12 ربيع وهو قد مات في يوم 12 ربيع. أقول منطق صحيح وتاريخ وثقه كثير وخالفهم فيه كثير، ولكن فهمك عقيم. ليه؟ لأنك لم تراجع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقت ما قال إن خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه خرج منها، وفي روايات أخرى وفيه أهبط إلى الأرض. موت آدم يوم الجمعة، ومع ذلك لم ينكر أحد أن يوم الجمعة عيد في الأرض وعيد في السماء. أرجوكم أن تراجعوا جيدا وتقرأوا.